اللايت اللي بتستنيه ليشوفوه بحقيقته في البيت كله، يعني عارفه اللي يتعرف في القاعده دي كل شغل اوكي اشري على شيء الى هيك اوكي اوكي واخذ لك سمكه قرش الحيوانات كل شيء بحنط ما عدا شغلتها ما بحنط القطط والكلاب لانه ما تتعامل لك الايل هيدا قعد 3 اشهر على حتى عنا احنا اجى نحن افتتحنا المتحف ب 2014 18 نيسان 2014 كنا فاتحين بمدينة سور وانتقلنا نتيجة رغبة الناس حبينا ننقل لمكان أوسع نعطي اهتمام أكبر للمتحف كونه بيضم مجموعة من الحيوانات البرية والبحرية النادرة بالعالم هلا حبينا نضوي اكثر على الحياه البحريه لانه ما في متحف سواء بلبنان او بالعالم العربي او حتى بالدول اللي بتعيش على منطقه البحر الابيض المتوسط تعنى بهيدي الحيوانات والدكتور يونس طبعا هو يلي حنطها واما شخصيا بيغطس كان ويجيبها او عبر الصيادين يلي بيتصلوا فيه اذا كان شيء حيوان بحري نادر كمان لازم نضوي على بعض الحيوانات البحرية اللي عم تعبر عبر قناة السويس واللي هي خطرة كتير على الحياة البحرية يلي منها البالون فيش وكمان البراون بافر فيش والكات فيش للأسف لأنه هي بتاكل الحيوانات البحرية بس ما بتتاكل يعني ما بيقدروا هني ياكلوها عشان هيك العلماء اليوم عم بيلاقوا حل لنتيجة كبرى لقناة السويس مثل بحيرة مالحة يقدروا من خلالها يوقفوا هيدي انه تيجي هيدي الحيوانات لعنا على البحر فعشان هيك هيدا له قيمه كثير كبيره لانه حتى ريتشارد بيرس اللي هو رئيس محميه القرش بالعالم اجى خصيصا على لبنان ليضوي على هيدا النوع من الحيوانات البحريه وفي كمان النوعين الثانيين اللي هن التايجر شارك والهامر هيد شارك واخذ مقاساتهم وابدا كثير اهتمام لانه ما في معلومات كافيه حولهم عشان بدنا توصل ايه عنده مؤذي للبني ادم ما نبهوا وزاره الصحه انه ما ياكلوا منها ما اجوا مضبوط كانوا عادي والله الشعير واقف عشان طلع حلو سيراميك احنا عندنا لك على